أحد المشاركين والمنظمين في لهذه المبادرة. نشكر جامعة الكفيل على احتضانها مثل هذه المبادرات التي تسعى من خلالها الجامعة لإيصال القضية المهداوية وغيرها من القضايا الفقهية والقضايا الدينية إلى أبنائها الطلبة، وتسعى أيضا أن تزيد من القدرة الفقهية لأبنائها الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ولادة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. طبعا احنا طلاب من جامعة الكفيل، اليوم احنا شاركنا بالمخيم المهدوي التابع إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالتعاون مع جامعة الكفيل. المركز أقام المخيم بالجامعة يحتوي على عدة فقرات مهدوية، يعني تقوي الارتباط الشخص بالجانب المهدوي والقضية المهدوية. المخيم يحتوي عدة فقرات، منها فقرة التحدي، فقرة اختبر معلوماتك، كلها فقرات مهدوية. احنا كنا من ضمن المشاركين، فريق المنظم للخيمة الحمد لله. واليوم اليوم حفل الاختتام مثل ما تشوفون، يعني اختتام، وراح نعلن بأسماء الفائزين عن طريق القرعة الإلكترونية. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.